السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبتي الصغار؟ أتمنى أن تكونوا دائما بخير. سنبدأ اليوم في درس جديد مع الرياضيات، وسنتحدث عن العلاقة بين القسمة والضرب. كنا قد بدأنا بالتعريف بمعنى القسمة وكيف تتم عملية القسمة، والآن سنعرف ما هي العلاقة التي تربط بين القسمة والضرب، وكيف باستخدام الضرب أستطيع حل مسائل القسمة. إذا سنستعمل اليوم العلاقة بين الضرب والقسمة لإيجاد مثلا الناتج أو عدد مثلا مفقود بسبب ترابط علاقتي القسمة والضرب معا. إذا علاقة القسمة والضرب هما مترابطتين، أي أنها تستخدم أو تستعمل الأعداد نفسها في كلتا المسألتين، لكن بترتيب مختلف. نتعرف الآن كيف تتم معرفة القسمة بمساعدة أو باستخدام الضرب. هنا انظر إلى السؤال الأول والصورة، ما العدد المفقود في المسألة؟ هنا يضع لك مسألة ضرب و بالمقابل مسألة قسمة لنفس الأعداد ولنفس الشكل. كيف؟ 3 ضرب ماذا؟ إذا عندي هنا عدد مفقود يساوي 12، وقلنا في جمل الضرب أولا يكون 3 هو عدد التكرارات أو عدد المجموعات. ضرب العدد الذي تم تكراره في كل مجموعة ويساوي 12. إما أنظر إلى الشكل وأستعين به لأقوم بمعرفة العدد الناقص، أو أستعيد من ذاكرتي وأسأل نفسي ما العدد الذي أضربه في 3 ويعطيني الناتج 12. إذا كنت متمكن من جداول الضرب ستعرف فورا بأنه العدد 4، وإذا كنت لم تعرف فستقسم هذه الكعكات إلى 3 مجموعات، وستعرف بأن كل مجموعة ستحصل على 4 حبات من الكعك حتى يعطيني في النهاية الناتج 12 كعكة. إذا انظروا، يعطينا جدول جملة الضرب تعطينا عدد المجموعات والعدد المتكرر في كل مجموعة حتى أنا أحصل على الناتج وهو مجموع كل هذه الكعكات. أما في عملية القسمة فهي عكس جملة الضرب، فهو يبدأ بالعدد الكلي أي عدد الحبات جميعها ويقسمها لعدد معين يضعه في كل مجموعة، وأنا المطلوب مني أن أعرف عدد المجموعات، يعطيني علي أن أعرف أنا عدد المجموعات التي تم وضع في كل منها عدد معين يكون في مسألة القسمة. طبعا هو هنا العدد المفقود هو نفسه المفقود في جملة الضرب، وهو العدد الذي تكرر وهو العدد 4. وإذا كنت أحفظ جدول الضرب سأعرف إجابة مسألة القسمة، وأقول ما العدد الذي، أسأل نفس السؤال، ما العدد الذي إذا ضربته في 3 يعطيني الناتج 12. إذا مسألة الضرب عكسها وأستخدم نفس الأعداد، انظر هنا 12 وهنا 4 وهنا 3، هنا 3 والأربعة والـ12، إذا أستخدم نفس الأعداد. وهنا عندما أجد جملة القسمة أسأل نفس السؤال وأستعين بما أحفظه من جداول الضرب حتى أحصل على الإجابة، سواء كان الجواب هو المفقود أم العدد الموجود هنا أو حتى العدد الكلي، وأعطاني مثلاً 3 والـ4، سوف أضرب العددان ببعض حتى أحصل على الناتج وهو العدد الكلي. إذن الحقائق المترابطة هي حقائق الضرب والقسمة التي تستعمل فيها الأعداد نفسها، لكن ما الذي يختلف؟ انظر هنا إلى القسمة، هو يبحث عن عدد المجموعات، يعطيني العدد الكلي
ويعطيني في كل مجموعة العدد المراد وضعه أو العدد الموجود في كل مجموعة، وأنا علي أن أعرف عدد المجموعات. أما في الضرب فأنا تأتي المجموعات مقسمة وجاهزة، لكن هو يطلب مني ما هو العدد الكلي لهذه المجموعات. إذا هي عمليتان مترابطتين معا. إذا عندي هنا في مسألة الضرب أقول اثنان وهو عدد المجموعات، مجموعتان، ضرب العدد أربعة الموجود في كل مجموعة ويساوي ثمانية. أما في القسمة فهو يعطيني العدد الكلي، عدد النجوم كلها ثمانية، تقسيم أربعة أي عدد العدد الموجود في كل مجموعة، وأنا سأعرف عدد المجموعات وهو اثنان. ثمانية تقسيم أربعة يساوي اثنان. أما اثنان ضرب أربعة ويساوي ثمانية. إذا جملتا الضرب والقسمة مترابطتان. المترابطتان هما اثنان ضرب أربعة يساوي ثمانية، وثمانية تقسيم أربعة يساوي اثنان. أي إذا قمت بعكس المسألة، مسألة القسمة، سوف أحصل على جملة ضرب. إذا قلت اثنان ضرب أربعة سوف يعطيني الناتج ثمانية، وعكس مسألة الضرب وقلت ثمانية تقسيم أربعة، ثمانية تقسيم أربعة سيعطيني الناتج اثنان. إذن هما جملتان مترابطتان. كيف أجد حقيقتي الضرب والقسمة المترابطتين؟ سنأخذ مثال بسيط. مثلا أكتب خمسة ضرب ثلاث كم يساوي؟ نعم أحسنتم، يساوي 15. إذا قلت 15 تقسيم ثلاث، إذا الثلاث دائما في نفس المكان أو عدد العدد الموجود في كل مجموعة في الضرب أو في القسمة يكون في نفس المكان، فقط أقوم بعكس العدد الكلي مع عدد المجموعات. إذا قلت 15 تقسيم 3 كم يساوي؟ فأسأل نفسي ما العدد الذي أضربه مع 3 ليعطيني الناتج 15؟ ما هو العدد الذي أضربه في العدد 3 حتى يعطيني الناتج 15؟ وهو العدد 5. إذا 15 تقسيم 3 يساوي 5، 15 تقسيم 3 يساوي 5. فأجد أن العدد الكلي الموجود في بداية جملة القسمة هو نفس العدد الموجود في الإجابة في ناتج الضرب. وأنا عندما أكون قد تمكنت من حفظ جداول الضرب سوف يسهل علي حل مسائل القسمة. إذا الجملتين مترابطتان، وهو بوجود نفس الأعداد في كل مسألة، وجود نفس الأعداد في المسألتين في الضرب أو القسمة. ننتقل الآن إلى حل التمارين، حل تمارين الدرس. لنتأكد من فهمنا لدرسنا اليوم. إذا درسنا اليوم هو إيجاد الترابط بين جملة الضرب والقسمة، وكيف أني عن طريق جدول الضرب أستطيع حل مسائل القسمة، وعن طريق القسمة نفس التي أستخدم فيها نفس الأعداد لكن بترتيب مختلف. ننظر الآن، أكتب جملتي الضرب والقسمة المترابطتين لكل مما يأتي. سنلاحظ أنهما نفس العدد، نفس العدد الكلي هنا وهنا، لكن هنا مقسم. طبعا طالما رأيت هنا تقسيم المجموعات، إذن هو يوضح لك أنه يحتاج لعملية ضرب، لأنه يحتاج للعدد الكلي. عندما يسألك ما العدد الكلي للمربعات،
إذا أنا ليس لدي العدد الكلي، فعلي أن أضع أولا، هنا مقسم مجموعات، فأضع عدد المجموعات وهو 4، وأضع إشارة الضرب. طبعا طالما يسألني عن العدد الكلي، فالعدد الكلي غير موجود في مسألة الضرب، فعلي أنا أن أجدها. فأضع عدد المجموعات ضرب العدد المتكرر في كل مجموعة وهو 1، 2، 3، 4، فأقول 4 ضرب 4 كم يساوي؟ نعم، يساوي 16. إذن 4 ضرب 4 يساوي 16، وهو المجموع الكلي لجميع المربعات الموجودة لدي. إذا سألني ما عدد المجموعات، إذن أنا لدي العدد الكلي ولا أعرف كيفية تقسيمه لمجموعات، فأضع العدد الكلي وهو العدد 16. إذن لدي 16 مكعبا. يقول لي ما عدد المجموعات، إذن هو أنا لا أعرف كم العدد الذي سأقسمه، فأقول 16 تقسيم 4، 16 تقسيم 4. إذا قمت بتقسيمها إلى 4 في كل مجموعة، سوف أحصل على 4 مجموعات، سوف أحصل على 4 مجموعات. طبعا كيف عرفت العدد 4؟ فهو لم يذكر لي بالسؤال كم أضع في كل مجموعة، لكن ما الذي ساعدني هو وجود مسألة أو جملة الضرب، لأن جملة الضرب وجملة القسمة هنا مترابطتين، فأستخدم نفس الأعداد وأستفيد من جملة الضرب لأعرف ناتج جملة القسمة، وأرى أن 4 ضرب 4 يساوي 16، و16 هو الناتج الكلي الذي أضعه بداية في مسألة القسمة وأقوم بعملية القسمة. وإذا حصلت أو أردت معرفة الإجابة في مسألة قسمة ما، فورا أسأل نفسي سؤال ما العدد الذي أضربه، طبعا في هذا العدد الذي يكون في المنتصف، ما العدد الذي أضربه مثلا في العدد 4 لأحصل على الناتج 16؟ فيتبادر إلى ذهني جدول الضرب وأجد الناتج بسرعة. انظر إلى المسألة الثانية، إذا هنا ما عدد المجموعات، وهنا يطلب مني ما العدد الكلي للمربعات. هنا مقسم لك المجموعات حتى تعرف كم عدد المجموعات وكم تضع في كل مجموعة، إذا هذا يساعدك في إيجاد الضرب، جملة الضرب وجملة القسمة. فننظر هنا، نجد أن لدي 1، 2، 3، 4، 5، 5 مجموعات. إذا عدد المجموعات أولا، وثانيا أضع ما العدد الذي تكرر، طبعا الضرب، وأضع ثانيا ما العدد الذي تكرر معي في كل مجموعة. ما العدد الذي تكرر معي هنا؟ هو العدد 2، فأقول 5 ضرب 2. 5 ضرب 2 كم يساوي؟ إذن هو مجموع المربعات كاملة، 2، 4، 6، 8، 10. إذن 5 ضرب 2 يساوي 10. هنا يعطيني المجموع الكلي، ففورا في مسألة القسمة أضع المجموع الكلي وأقول 5، 10 تقسيم كم؟ آخذ 2 كما هي في جملة الضرب وأقول 10 تقسيم 2 كم يساوي؟ 10 تقسيم 2، إذا قسمت كل 2 معا سوف أحصل على كم مجموعة؟ سوف أحصل على 5 مجموعات، وأنا استفدت من جملة الضرب، وأنا أعرف أن العدد 5 عندما أضربه ب2 يعطيني الناتج 10. هنا أكتب العدد المفقود في المربع، يعطيني مسألة ضرب ومسألة القسمة لنفس الرسم أو نفس السؤال، وعلي أن أجد العدد المفقود. ننظر هنا ونقرأ ما العدد الذي أضربه في 5 ويعطيني ناتج 15.
ما العدد الذي أضربه بخمسة ويعطيني الناتج 15؟ طبعا حفظك لجدول الضرب مهم جدا لإيجاد المسائل بسرعة. إذا كنت نسيت مثلا كيف ما إجابة هذا السؤال، أقوم بتوزيع مجموعات، أقوم بعمل مجموعات أضع في كل منها خمسة، 1 2 3 4 5، هذه واحدة، وهنا أيضا خمسة أضعها في مجموعة، وهنا خمسة أضعها في مجموعة. إذا أنا أفقد في هذه المسألة عدد المجموعات، وهنا تبين لدي بعد وضع خمسة في كل مجموعة أن لدي 3 مجموعات. أو أعرف أنكم قد تمكنتم من حفظ جدول الضرب، فسوف تعرفون بسرعة أن 3 إذا ضربتها في 5 يعطيني الناتج 15. أحسنتم. إذا كيف أستفيد من جملة الضرب في معرفة جملة القسمة؟ ما العدد الذي أقسمه على 5 حتى يعطيني الناتج وهو عدد المجموعات؟ أولاً أضع العدد الكلي دائماً في بداية جملة القسمة، لا أنسى هذه المعلومة أني دائماً أضع العدد الكلي في بداية جملة القسمة، فأضع فوراً العدد 15 وأقول 15 تقسيم 3 كم يساوي؟ نعم، وهو عدد المجموعات. أو أستذكر ما العدد الذي أضربه في 5 يعطيني الناتج 15، فأعرف فوراً أنه العدد 3. ننظر إلى المسألة الرابعة، عندي 4 ضرب عدد المفقود ويساوي 12، ففوراً أسأل نفسي ما العدد الذي أضربه في العدد 4 حتى يعطيني الناتج 12، فأعرف أنه العدد 3. إذا لم تكن تعرف، فعندي الرسم يساعدك في معرفة العدد. وجدت جملة الضرب وهي 4 ضرب 3 يساوي 12، كيف أستفيد من هذه الجملة في تكملة جملة القسمة؟ هنا أعطاني العدد الكلي والعدد 3 وعدد التكرارات أو عدد المجموعات دائما في نفس المكان، عفوا العدد الموجود في كل مجموعة. 12 تقسيم 3 كم يساوي؟ وهو 4، لأني أعرف أن 4 ضرب 3 يساوي 12. هنا عندي الحس العددي، ما حقيقة الضرب التي تساعدني على إيجاد ناتج 16 تقسيم 4؟ عندي هنا أسأل نفسي نفس السؤال، ما العدد الذي أضربه في 4 ويعطيني الناتج 16؟ أسأل العدد الذي أضربه في 4 ليعطيني الناتج 16، ففوراً أستحضر جدول الضرب في 4 وأعرف أن 4 ضرب 4 يعطيني الناتج 16. إذاً 4 ضرب 4 يعطيني الناتج 16. إذاً 16 تقسيم 4 كم يساوي؟ نعم، يساوي 4، يساوي 4. لماذا؟ لأن جملة الضرب والقسمة مترابطتين، ومن خلال جدول الضرب ومن خلال حفظي لها سوف أتمكن من حل مسائل القسمة بسهولة. هكذا نكون قد انتهينا من شرح درسنا لليوم وحل التمارين المتعلقة فيه، ويتبقى النشاط، اكتبه على دفترك وقم بحله وابعثه لي. وهكذا نكون قد انتهينا من حصتنا لهذا اليوم. شكرا لاستماعكم، وأراكم في الحصة القادمة إن شاء الله.